مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من طرابلس، تحديدا من ميناء طرابلس، حيث تنطلق في هذه الأثناء الرحلات باتجاه جزيرة الأرانب. هذه الجزيرة التي عاودت يعني افتتاحها، افتتحت مجددا بعد الحريق الذي حصل إليها منذ أيام قليلة. وطبعا هنالك قرار كان من وزير البيئة بإقفال الجزيرة ريثما تنتهي التحقيقات، ولكن اليوم صدر بالأحرى البارحة صدر القرار بضرورة إعادة افتتاح هذه الجزيرة أمام الزوار، ويعني الزوار بالمئات يتوافدون إلى هذه الجزيرة. فينا نطلع نحكي مع ال من وين جايين؟ من سدور. جايين لوين؟ لا أول مرة بتشوفوا عليا؟ لا أول مرة ولا لا؟ لا لا عطلة منيجة. حلو. شو رأيك أحلى رأيك؟ كيف تلقيت الخبر؟ لا صعب. من شيء حضرتك كمان من الجنوب؟ كلتها من الجنوب. شو أحلى شيء بجزيرة الأرانب؟ حتى بتجوا من الجنوب عليا لهون؟ طبعا نتنزه هيك، ننزه الولاد شوي نلعب الولاد. شو بيميزها لجزيرة الأرانب برأيك؟ يعني هو نحن تاني مرة بنطلع عليها لهون، منظر حلو، سياحة حلوة. كيف تلقيتي خبر وقت حتى رأيت؟ حزينة. شكرا لك. أول مرة بتجوا على جزيرة الأرانب؟ إيه هاي أول مرة، وإن شاء الله بتكون تجربة كتير حلوة. شو سامعة عن الجزيرة؟ هلا أنا شو متأملة تروحي تشوفي؟ أرانب. هذا اللي متوقع. معي خبر إنه قتلوهم للأرانب؟ لأنه عم ياكلوا النباتات قال فقتلوهم. لا ما هذا الشيء كتير غلط، ما هن كتير مناح بالعالم. انخفضوا بنسبة 99% الأرانب، يعني بعد موجود كمية كتير قليلة. بس هذا الشيء حرام، بالنهاية هذا حيوان وحرام أكثر. شو ما كان. كيف تلقيتي خبر حريق الجزيرة يعني صار كمان؟ هلا صراحة أنا ما سمعت فيه، بس هالشيء أكيد غلط، يعني هيدا للسياح، يعني مش للعالم بس هيك لتيجي تتفرج عليها، مع العالم عم تيجي من برا لحتى تيجي تشوف لبنان وجمال لبنان. هي احترقت بظروف غامضة، وأكيد هذا عمل تخريبي كان. الله لا يسامح اللي عمل هيك. شكرا كثير لك. حضرتكم عم تنظموا رحلات على جزيرة الأرانب، اليوم رجعت وفتحت هذه الجزيرة، قديش عم بيكون الأقبال اليوم قوي كونه اليوم فتحت رجعت عاودت الافتتاح؟ يعني رجع الأقبال مثل الأول وأكثر كمان الحمد لله. الإعلام يعني صحيح جربوا يعملوا يضخموها للحريقة وهيدا، بس في كتير ناس اجت انه في صحيح في عندكم جزيرة اسمها جزيرة الأرانب، يعني هن جربوا الإعلام يروحوا بمنطق انه احترقت الجزيرة وخلاص، بس الحمد لله صار في ردة فعل العالم عملوا لها ضجة، لانه في ناس عم تجي عن جد انتوا هون عندكم جزيرة واسمها جزيرة الأرانب، فأهلا وسهلا فيكم. شكرا كتير لك. إذا مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما عم نشوف مجموعات تقريبا كل 10 دقائق في عم بيكون في مجموعة كبيرة عم تنطلق من شواطئ شاطئ ميناء طرابلس، عم تنطلق باتجاه جزيرة الأرانب. طبعا الرحلة على جزيرة الأرانب هي تستغرق تقريبا نصف ساعة بالمركب، و يعني طبعا هيدي الحادثة اللي صارت، الحادثة المؤسفة، الحريق اللي صار بجزيرة الأرانب، خلى كمان عطى دافع لعدد كتير من المواطنين انهم يجوا يتعرفوا على هيدي الجزيرة اللي أخذت هيدي الضجة. ومن ناحية التحقيقات بعد لهلا ما في أي جديد حول هيدي التحقيقات. هون مثل ما شايفين من هون بيقطعوا الناس التيكت لأنهم ياخذوا. قديش اليوم بتكلف الشخص انه يروح من هون من الشط على الجزيرة؟ $4. $4؟ نعم. للكل؟
ولا بتعملوا استثناء لأهالي المنطقة؟ لا ما بنعمل استثناء. هلا بتعرف شو، في ناس مثلا بيكون مع أطفال، بيكون مع أولاد، في ناس مثلا ببلاش، في أيتام من طلام ببلاش، بدنا ناخذ وعطى بالحياة يعني. إنه منها اليوم لسه. اليوم رجعت الجزيرة بعد ما طلع قرار بإقفالها ليس ما تنتهي التحقيقات، قد إيه كان اليوم في إقبال قوي؟ أوه كثير إقبال قوي، هو أكثريت الإقبال عم يكون من أهالي المدينة، ما في إقبال من برات المدينة. ولكن كنا مع شوي مع جروب كامل من الجنوب. في هلا دائما عم يجينا هيدا، بس إنه 50% أهل المدينة اللي عم يروحوا على الجزيرة ببحر الأسبوع، نهار الأحد بيجيك غريب. يوم شو بميز جزيرة الأرانب عن غيرها حتى الناس عن جد عندها هالإقبال وهالإصرار إنها تروح؟ المي نظيفة لأنه ما في تلوث، ما في معامل حرارية جنبها، ما في أي شيء، مي نظيفة. في مجرير أهم شيء. ما في مجرير أكيد، ما في مجرير، المي مفتوحة 24/24، ما عم توقف فيها المي، مش مسكرة. ومؤهلة هي إنه الناس تروح تعمل فيها ايه مشوار كتير حلو وقت. هو منه كزدورة ومنه بيعضوا نهار ومنه عم يسمحوا بمي نظيفة، وهي أرخص من أي شط دخولية شط. يعني اليوم أنت إذا بدك تدخل دخولية غير البقى المصروف اللي بقلبها هي أرخص شيء، لك فالي باركينج لـ$4 وأنت بتعرف هذا الشيء. هم بتاخدوا فالي ببلاش كراش ببلاش. شكرا كثير لك. إذا مشاهدينا الكرام يعني مثل ما عم نشوف هيدي هي الأجواء حاليا من هون من جزيرة الأرانب. طبعا الجزيرة تم افتتاحها من حوالي 10 أيام كافتتاح موسم سياحي بشكل عام، ولكن رجعت بعد حادثة الحريق اللي صارت من أيام، تم إيقاف الرحلات عليها وأقفالها مجددا ريثما تنتهي التحقيقات. وطبعا هذا الشيء كان بالتنسيق مع عدة من الجهات المعنية، بالتنسيق طبعا مع وزير البيئة، ولكن رجع صدر قرار بأنه تفتح هذه الجزيرة صبيحة هذا اليوم حتى ترجع تستقبل الزوار من مختلف المناطق اللبنانية وتستكمل هذا الموسم حتى نهاية هذا الصيف يلي من المفترض أنه تكون بـ20 أيلول حتى ينتهي موسم السياحة على جزيرة الأرانب. إذن هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام، لكل جديد ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.